بقالي شويه حلوين غايب عنكم، بس اعذروني ده بسبب التوقفات اللي كانت بتحصل، وبعد فتره التوقف بيبقى فيه تلاحم الاسابيع ما بنقدرش نصور، لان الفتره ما بين الجوله والتانيه بيكون يوم واحد بس. المهم دلوقتي خلونا نتكلم عن اهم جوله في الفانتازي، وهي الجوله ال22. هتبدا الجوله ال22 يوم الاربعاء اللي جاي، هتبدا بمباراه الاهلي وايسترن كومباني. الجوله دي هيتلعب فيها 11 مباراه، لان فيها تريبل الاهلي، والتريبل زي ما اتفقنا يعني 3 مباريات. اول مباراه هتكون قدام ايسترن كومباني، والمباراه الثانيه هتكون قدام الزمالك، والمباراه الاخيره للاهلي هتكون قدام غزل المحله، وفي نفس الوقت هيكون في دبل للزمالك، واول مباراه في الدبل دوت هتكون قدام الاهلي، وتاني مباراه هتكون قدام البنك الاهلي. مباراه ايسترن والنادي الاهلي، لو مش متابع كويس فحابب اقول لك، على الرغم من ان ايسترن كومباني موجود في قاع الدوري، الا ان اداؤه ابتدى يتحسن شويه مع بدايه الدور الثاني، وخاصه ان علاء عبد العال بيقفل الملعب، والطريقه دي تحديدا بتصعب اي مباراه على الاهلي مع موسيماني، وده طبعا شفناه قدام طلائع الجيش والبنك الاهلي وسيراميكا، وحتى انبي اللي فاز عليه الاهلي في اخر دقيقه. وخلي بالك الاهلي في المباراه دي مش هيلعب بالدوليين، لانهم هيكونوا مع المنتخب في المباراه الوديه قدام كوريا، واللعيبه دي هي محمد الشناوي في حراسة المرمى، وياسر ابراهيم، وايمن اشرف، وعمرو السولية، ومحمد مجدي قفشه. بس هل الكلام ده معناه انك ما تاخدش حد من الاهلي؟ لا طبعا، لسه الاهلي قدامه مباراتين تانيين في الجوله.